السلام عليكم، كداري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم نقدم معكم السردين في الفران، تيجي جديد وسهل في التحضير. نتمنى تجربوه وتبعوا الفيديو من الأول حتى الأخير، وتنشكركم على التعاليق اللي تتخليو لي، واللي ما دارش لايك يدير والبارتاج. بالنسبة للطريقة، نكون جبنا السردين وغسلناه من قبل، عندنا الشرمولة راح تمسح لي الفيديو، عندنا الربيع، عندنا التحميرة واحد الميلقة، الكمون واحد الميلقة، وسكينجبير واحد الميلقة، والملحة والزيت. تنشرملو السردين ديالنا بحال الطريقة حتى تنكملو. نبعدو شوية شي حاجة سميتها القلي، ديرو شي حاجة في الفران حتى تنكملو هاد السردين. من بعد ما شرملنا السردين ديالنا، عندنا واحد البصلة خضرية مقطعة رقيقة، عندنا جوج فلفلات مشويين مقطعين حمرا وخضرا، الزيتون خضر مقطع، التوابل التحميرة والإبزار والكمون والملحة، وعندنا البطاطا كنا سلقناها من قبل ومعسناها، والزيت البلدية. واللي ما اشترك في القناة يشترك، ومرحبا بكم في قناتي وألف مرحبا. تنجيبو البطاطا ديالنا تنديرو فيها التوابل، انا ما كترتش الملحه حيت فاش سلقت البطاطا درت شويه الملحه. تنديرو البصله خضاريه، الزيتون خضر، الفلفله اللي شويناها وقطعناها، وزيت البلديه واحد ثلاثه المعالق. هاد الوصفه تجي لذيذه، وتنخلط هاد المكونات مزيان حتى تندمجوا هاد العناصر. وتتوجد في اقل وقت، ديروها العشاء ولا الغداء. من بعد سنجيبو شي طبسيل ولا شي حاجة، وتنصطفو السردين ديالنا كيف موضح لكم في الصورة. حتى تنساليو، وتنجيبو البطاطا ديالنا تنكبروها صبيعات، بعد ما تنكبروها ونتلاقاو. يا ليلى وصلت على نبي، تنجيبو لا شابلوغ والمول ديال الفرن او الطاوة. من تنكونو لوينا السردين على البطاطا، تنجيبو لا شابلوغ وتنديرو السردين ديالنا في لا شابلوغ او السميدة. وهاديك البلاصة فاش لقينا السردين تنردوها لتحت وتنستفوها في المول. انا نستفو في المول ونتلاقاو من بعد. يا ليلى وصلت على نبي،
بعد ما استفناه تجي بحال هاد الطريقه. تنجيبو شويه زيت البلديه وتندير واحد الخويط فوق داك السردين وتندخلوه للفران يطيب عندنا كلشي. طيب عندنا البطاطا الطايبه هي تحمر ويتكرمل. ها السردين ديالنا من بعد ما وجد تيجي محمر، رافقتو بلاصوص ديال الماطيشة وداك الزيتو اللي كنت وجدت معاكم. تنتمنى تجربوا هاد الوصفة. الى فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا لكم، مع السلامة. السلام عليكم.